النهارده يا جماعة معانا استرجاع للمجموعة الخشبية بتاعتنا، لكن النهارده برضك معانا سكينة جديدة من شركة أولد بير الإيطالية. هي السكينة ديت يعني يعرفوها الناس اللي في عالم السكاكين، لكن هي مش مشهورة قوي لأنها تعتبر براند صغير جدا. دي السكينة اللي معانا دي من خشب الزيتون، والمقبض بتاعها اعتقد اللي هو الستانلس 420 ومتقوي جدا. دي السكينة اللي معانا اهي، ونظام القفل بتاعها الايطالي اللي هي القطعة السودة دي، بس تلفها كده خلاص هي كده عملت لوك، استحالة تقفل، لازم تفتح اللوك ده تاني عشان تقفلها. طبعا احنا حلفنا الحظ وكان عندنا واحدة نفسها لكن من نوع خشب غير دي، بردك أولد بير إيطالي، ده خشب الجوز، وبص تحسها أكبر شوية. طبعا هي فيها مقاسات زي الأوبنل لكن مفيش المقاس الكبير ده. والشركة دي تعتبر مش مشهورة قوي لأن الميكانيزم بتاعها أو الستايل بتاعها عموما نفس ستايل الأوبنل ونفس ستايل شركة برتغال اسمها مام، فعشان كده السكينة ديت يعني هتلاقوها مش مشهورة قوي، لكن هي سكينة كويسة جدا وقوية جدا وسعرها غالي. يعني الحتة ديت انا جايبها اعتقد ب135 درهم الحتة الصغيرة دي، واعتقد ان سعرها كان موازي لسعر دي، يعني نفس سعر دي، بس ده يفرق عشان نوع الخشب، ده خشب زيتون ده خشب جوز، فالزيتون دايما يعني مش عارف دايما هو بيكون اغلى حتى في سكاكين ام شوكة حتى الكلام ده. فدي السكينة اللي معانا النهاردة دي من شركة أولد بير الإيطالية، ودي طبعا اختها اللي عندنا في المجموعة اللي هي خشب الجوز، دي خشب زيتون دي خشب جوز. كل الشركات اللي بتعمل السكاكين الخشبية دلوقتي اتجهوا للتلات انواع اخشاب اللي هو الجوز وخشب الزيتون وخشب البلوط، ده برضو خشب البلوط. فدي السكينة اللي كانت جديدة معانا. طبعا مش هينفع نفتتح الافتتاح اللي معانا النهاردة ده من غير ما نذكر الملوك، يعني طبعا كلنا عارفين الاسطورة ملكة النبخات دي اسبانية، تمام، ومش هنقدر ننسى الاوبينال الفرنساوي الحجم الكبير اللي بعتها لنا بردك امير القلوب اهي، محفور عليها اسمي محمد خليفة اهو، دي اوبينال فرنساوي، دي مقاس 13 اللي هو المقاس الكبير اهو. طبعا ديت بدل مكتوب عليها انوكس كده يبقى ديت ستال ستيل، بردك هتلاقي المعدن اعتقد اللي هو 420. الخشبة بتاعتها ده خشب ورد، بص شكل الخشبة عاملة ازاي، حاجة بسم الله ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. ولكن انا كان نفسي اعمل عليها فيديو بصراحة كده قوي وانا قاعد بعمل بيها حاجة، لكن جات لي معلومات ان تنظيفها هيبقى صعب جدا، يعني عشان الخشب اللي هي فيها وكده، وخصوصا وهم بيلمعوها لي في عالم السكاكين بعد ما عملوا لي عليها الوشم ده، ادوها طبقة من هنا كده زي حماية على الخشب عشان تفضل يعني في نفس اللمعة بتاعتها. فانا قلت ايه يعني نستغنى عن الفكرة دي. طبعا ملكة الاوكابي دي مش هتلاقوها عند حد في الكوكب كله غير العبد لله، لان انا اللي عاملها، عاملين عليها خوجة بالنسبة للناس اخواتي وحباب قلبي اللي بيشتروا المطاوي الاوكابي. بصوا يا جماعة، شركة خوجة في السعودية او وارد خوجة او شركة خوجة للاستيراد كانت بتستورد السكاكين الاوكابي الالمانية زمان، ايام ما كان المصنع لسه في المانيا قبل ما ينقل جنوب افريقيا. بعد ما المصنع نقل جنوب افريقيا فهي ما بقتش تستورد افريقي، كانت بتستورد الالماني، فبالتالي اي مطوة تجيبها عليها حفر ليزر خوجة مطوة اوكابي، لان في السكاكين ام شوكة محفور عليها حفر الليزر وارد خوجة، دي تبع شركة خوجة اوكي، لكن اي مطوة اوكابي هتجيبها عليها حفر ليزر
ان هي وارد خوجة، اعرف ان دي يعني مضروبة معمولة كده ايه ستايل وعلى حسب المطوة. فدي يا جماعة بردك ملكة الأوكابي. تمام، خلينا نقفل دي كده. في بردك شركة صينية، شركة ايه يا جماعة؟ شركة صينية عملوا السكينة دي. عملوا السكينة دي بسلاحين، عملوها بالسلاح ده اللي هو اعتقد القصة بتاعته اللي هي الكليب بوينت، وعملوها بسلاح تاني اللي هو عامل زي الكوكري. تلاقي السلاح جاي كده ومقصوص زي الكوكري، نفس المطوة دي بالظبط لكن تختلف في قصة السلاح. السكينة دي اسمها أوكابي، هم عملوها يمكن عشان عارفين ان الأوكابي محبوبة جدا جدا عندنا. فدي هي الشركة بتاعتها صيني، يعني دي مش صناعة صيني وفي منها اصلي، لا هي مطوة صينية زي سيفيفي زي وي زي كده. بس طبعا هتلاقيها ممكن الشركة اللي مصنعة القطعة دي هي شركة على قد حالها، يعني مش شركة تعتبر قوية. لكن طبعا انت كواحد هاوي السكاكين الخشبية او هاوي المجموعة دي، فبالنسبة لك هتبقى حاجة حلوة جدا ان تكون عندك سكينة بالحجم ده خاصة بالمجموعة بتاعتك يعني. فدي برضو سكينة من عندهم. في السكينة ديت محلية، يعني اعتقد دي صناعة اماراتية محلية. دي عليها ختم من هنا المختومة الزفرة للصقور، دي نفس الأوكابي لكن يعني تعتبر تلت الحجم، تلتين الحجم يعني، بص كده اهو، او تلت ارباع الحجم يعني، صغيرة جدا. تفتحها كده عليها وشم على السلاح الزفرة للصقور. الميكانيزم بتاعها نفس ميكانيزم الأوكابي لكن الخشبة بتاعتها انت ممكن تسرح فيها، يعني الخشبة اللي هي معمولة منها ممكن تسرح فيها. طبعا احنا لو رجعنا للأوكابيات هتلاقي ان الأوكابي ألماني صيني مش عارف ايه ده، يعني الأصلي كله بتاعها خشب معالج، مفيش حاجة اسمها عظم، مفيش مطوة اسمها عظم. تمام، مفيش مطوة اسمها عظم. العظم ده لونه أبيض ولو اتعمل له معالجات والعظم ما يطلع لكش منه مثلا سمك زي كده بالضفر ده، لان انت العظمة الحقيقية الاصلية على ما بتيجي تنحت فيها وكده يكون سمكها كده ورفيع، يعني مش هتعرف تطلع منها كده بالظبط. ممكن تطلع منها حاجة زي النبخات، زي ستايل النبخات كده العظمة. اول شوف اهو ده قرن غزال، شايف عاملينه ازاي الستايل ده؟ قرن اهو لما يتنحت كده يدي ابيض من جوه، نفس النظام العظم، والعظم يصفر مع الزمن او مع العمر. فمفيش مطاوي اوكابي عظم، مفيش الكلام ده خالص، او مفيش مطاوي اوكابي عاج. العاج ده اصلا صعب تلاقيه دلوقتي، لان العاج ده اللي هو بيبقى ناب الفيل، ناب مش عارف يعني نياب وحاجات زي كده يعني. ده العاج وده العاج اهو، ده العاج اهو، ده العاج اللي هو من قرن الغزال. في العجاب بقى اللي هي القويه اللي هي ناب الفيل وناب الماموس وعظم الديناصور ومش عارف ايه الحاجات ديت، داخله في سكاكين كتير بس غاليه. يعني لما بتدخل في سكينه براونينج بتلاقي السكينه مثلا لو اختها الساده عامله 200 دولار دي بقت عامله 2000 دولار. وش في سكاكين اسمها سكاكين ويليام هنري، المصمم ده مجنون، مجنون بكل المقاييس، بيحط عظم ديناصور، بيحط قرن ماموس، بيحط مش عارف ايه. السكاكين بتاعته بتضرب في اسعار فلكية. يعني في سكينة انا شفتها هنا في الامارات تمنها 150,000 درهم، 150,000 درهم ده بالدولار، يعني انت بتتكلم في حوالي 45,000 دولار بالمصري، بتتكلم في حوالي فوق النص مليون جنيه، بتتكلم في حوالي 700,000 جنيه مصري. فبتبقى حاجات فلكية جدا وفي ناس بتشتريها وفي ناس بتقتنيها. فدي السكينة برضك اللي معانا. اما بالنسبة للأوكابيات فانا برضك مجموعتي منها ما تعتبرش كبيرة، يعني عندي ديت اللي هي اول اصدار افريقي الماني، دي اول اصدار افريقي الماني اللي هي بعد ما نقلوا المصنع من المانيا على جنوب افريقيا، فكانوا بيكتبوا لك عليها كاربون ستيل، ما كانش بيكتب لك عليها ميدن جيرماني او ميدن زي كده ساوث افريكا. تمام، طبعا ده الباكج بتاعي. طبعا ديت تعتبر ثلاث مطاوي جديده،
انا ديت مخليها بسبب التعريجه بتاعت الخشب بتاعتها، شكلها غريب جدا، جايه التعريجات بالعرض عامله زي المكعبات، ودي عاجه غامقه فبرضك مخليها، ودي هتدخل معايا في بروجكت قريب او تعديل قريب ان شاء الله هنعمله عليها. طبعا اللي يعرفني من زمان انا ياما لعبت في اوكابيات، بس عمري ما رميت ولا اوكابي من اللي انا لعبت فيها. يعني حتى بص دي كنت دخلت معايا في تحديات ودخلت في اعدامات. بص السلاح بتاعها عامل ازاي، وقصتها وقصيت العاجه دي اهي كانت قد كده، وكنت مخليها مطوه صغيره، وبعدين رجعت لحمت ديت وثبت النصل وعملت لها جراب وخليتها. طبعا انا كان عندي هبه زمان كده، كنت بقعد اعمل اسلحه زومبي واسلحه قراصنه وكده، فكل حاجه كنت بحتفظ بيها، يعني لازم احتفظ بقطعه واعدم الباقي. طبعا اللي ما يعرفنيش برضو احنا بنعمل اعدامات عندنا على القناه، واللي لسه جديد واول مره يتابع قناه يا جماعه، في مسابقه ماشيه على القناه اسمها الرشاش اللي ما بيفضاش، كل يوم واحد في الشهر بنختار فايز، اكتر واحد بيعمل عدد من الكومنتات على الفيديوهات الشهريه، بيتم اختيار واحد عشوائي من بين 5 من بين 10 على حسب الفكره اللي بتيجي في دماغي، واللي هيفوز معانا الشهر ده يا جماعه هيفوز بمطوه خشب البلوط من شركة أم طاحون أو أم وعل أو سكين سلطان الدشاش. دي سكينة خشب البلوط معدن كربون ستيل من ألمانيا، دي سكينة ألمانية. طبعا اللي هيفوز معانا مش هياخد السكينة، هياخد قيمة السكينة. أي دولة أنت عايش فيها بيتكلمني تتواصل معايا، بنعرف كام تمن السكينة بحولهولك دايركت عليك، وألف مبروك عليك يا مدير. دي نرجع لموضوعنا، دي السكينة الأوكابي اللي كانت معايا اللي أنا احتفظت بيها. طبعا دي خردة، يعني دي حتة خردة، بس زي ما قلت لكم أنا الأوكابيات ما برميش منهم حاجة خالص. دي أول سكينة أعمل عليها تعديل أو فتحات تهوية هنا، يعني غير المجموعة بتاعتي اللي كانت في مصر اللي كنت بقعد ألعب فيها. يعني اصحابي او القريبين مني قوي عارفين ان انا السكاكين الاوكابي دي يعني كنت امتلك فوق ال 300-400 سكينة على مدار عمري ده، 300-400 سكينة، واغلبيتهم كانوا بيتكسروا يا اما يعني بيتفرتكوا من الاخر في لعب في هزار في الحاجات دي بيتفرتكوا. ودي سكينة من الزبالة لسه عاملينها قريب، دي كانت كلها كده، كل دي حاجات مرمية في الزبالة، يعني كل السكينة ديت على بعضها كده كانت في الزبالة، انا جبتها وجمعتها وعملناها بالشكل ده وبقت سكينة. بص اهي حتة برضو جميلة. الاوكابيات دي المجموعة اللي انا اشتغلت عليها، ودي افخم واحدة انا عملتها فيهم، دي افخم واحدة انا عملتها فيهم، لان قصيت الحتة، قصيت الديل بتاعها او الظهر الحتة الصغيرة ديت، وركبت لها حتة القرن غزال دي، ومن هنا ركبت لها القطعة اللي بتسهل عليك الفتح اهي، مركبها من فوق وعامل لها حتة باراكورد كده عشان تبقى حتة روشة. وكنت شغال عليها من فترة عامل الحد بتاعها مراية، يعني الحد بتاعها يعتبر كريستالة، تمام. فدي برضك من الحتت اللي انا كنت شغال عليها. طبعا دي انا كنت شغال عليها، كنت عاملها الاصدار الثاني من الالماني، دي قديمة اهي، بص شكلها قديم، تحسها كده زي ما بيقولوا يعني بالبلدي كده العظم القديم، بس احنا قلنا مفيش حاجة اسمها عظم. برضك دي كانت متعالجة حراريا عشان يبقى النصل بالشكل ده، بص شكل النصل عامل ازاي، والظهر والدبلة بتاعتها هي كلها شكل واحد، وشغل حفر كامل على السكينة اهي اهي السكينة دي، برضك حتة من ضمن الحتت دي. ودي حتة زيرو زيرو، بس اللهم حفرتها كلها اهي، ما لعبتش في اي حاجه، سبتها بجماليتها، يعني دي تعتبر زيرو، ما تلعبش فيها غير بس شغل الحفر اللي انا عملته عليها اهي. دي برضك حته، دي حته انا عملت وش بتاعها على وش الدولفين، يعني دي سكينه كده نفس الدولفين، وبرضك نقرشت النص التحتاني والنص الفوقاني خليته زي ما هو، والظهر كامل بالسلاح اديته نقوشات، دي سكين دولفين. ودي كنت عاملها اوكابي الاصدار الثالث المحبوب، دي الماني الاصدار الثالث المحبوب. طبعا كل الكلام ده انا اللي عامله، يعني سواء الاصدار الثاني او الاصدار الثالث، الاصدارين دول انا اللي عاملهم اللي هما الالماني.
نيجي نخش على المجموعة البرتغالية. المجموعة البرتغالية ما عنديش منهم غير 3 سكاكين من شركة مارتينز او مارتينز، دول كلهم كده سكاكين برتغالي يا جماعة. السكاكين البرتغالي بصراحة بصراحة يعني تعتبر من الفئة النص نص، يعني مش هنقول ضعيفة عشان انا يعني مش فاكر تجاربهم، بس انا عارف ان هم يعني لما دخلوا معايا في اختبارات ما سدوش قوي، فدية المجموعة البرتغالية بتاعتنا اللي معانا الثلاث سكاكين دول يا جماعة. اهي اول قطعة منهم، برضك بيعملوا لك شغل وفينيشات على الخشب كده تخلي شكل السكينة جميلة. دي تاني حتة منهم اهي، دي برضك حتة برتغالي اهي، تقفل كده وليها كليبس عامل زي بتاع الاوبنل تلفه وتفتحه. ودي تالت حتة معانا اهي، برضك شغل عليها. دول التلات حتت البرتغالي اللي معانا. نيجي للسكاكين اللي من شركة كولد ستيل. دي من شركة كولد ستيل، دي السكاكين الكودو. ده الاصدار ده انا اللي عامله، دي اسمها كودو اوكابي اهي. دي السكاكين الكودو ليها مسمار من هنا بيتفتح، لما تفكه تقدر تشيل السلاح، لكن الاوكابي دايما برشام، فعشان تركب السلاح ده على عظمة كودو او على ظهر كودو لازم السلاح نفسه يتوسع. فبدأت ان انا وسعت السلاح شوية وركبته على السكين الكودو. بعد السلاح ده كنت لاعب فيه وما اكسده، انا طبعا حطه في خل وغليب يعني معالجة كهربائية كده بقول لكم عليها بعدين، ولونه بدأ يفحم معايا شوية. فدي كودو اوكابي انا اللي عاملها. طبعا الكودو الاصلية نفسها او السلاح بتاعها هو اتكسر مني في تحدي انا كنت عامله او تجربة ليها الزمان، ودقيت عليها بشاكوش اكسر بيها مسمار وخربت الدنيا. كان نفسي من اول مبدأ اني ما اتبعش حد او اعمل زي حد وابدأ اصنع لي طريق لوحدي، اني انا اعمل تجارب اجرب السكاكين، مش مجرد سكينة ونعرضها وشكلها حلو وخلاص، لا نجربها نشوف قوتها نشوف متانتها نشوف صلابتها، لغاية ما الحمد لله في اخر فيديو عملناه تجارب توصلنا لطريقة بروفيشنال نقدر ان احنا نجرب بيها السكاكين. تمام، ودي الكودو الاصلية ودي الكودو المزيفة او الصيني، باينين جدا من بعض. دي الأصلية ودي الصيني. بص الفينش بتاع المسمار عامل ازاي، بص شكل الرسمة ديت هنا، طبعا شغل عالي هنا اي كلام. هنا المسمار او الفينش بتاعها يعني بتبان من الفينش تماما، بلس ان السكينة دي شايف وانا ماسكها كده اهو، بص انا ضربتها بصباعي، لا مسكت سوستة ولا مسكت حاجة، يعني عاملة زي كودو وكودو لايت في نفس الوقت، حتى الكودو لايت اقوى منها. طبعا السكينة ديت عشان تقفلها ده انت محتاج حمل، مستحيل تقفلها بالطريقة ديت، لازم تفتح الظهر عنها. فدي يعني من ضمن الطرق اللي تكتشف فيها الصيني. والاتنين دول طبعا اصليين، دول كودو لايت اللي هي مفهومش دبل من ورا، والسلاح بتاعهم غير. بص دي لسه هي مصفرة بشحم المصنع، لان انا بصراحة يعني ما بستخدمش السكاكين دي كتير، فهم يعتبروا بشحم المصنع. ده الكودو ودي الكودو لايت اهو، ده الفرق بينهم. في اصدار كان نازل بس انا بصراحة مش لاقيه، اسمه العلند. العلند ده كان نفس الكودو والكودو لايت بس السكينة كانت كبيرة جدا. ودي سكاكين الرماية، دي سكاكين الرماية يا جماعة، سكاكين الرماية اعتقد احنا جربناهم. شايف السكينة دي تعرف اتكسرت ليه؟ حطيتها في خل التفاح بس، يعني زي ما هي كده قلت احطها في خل التفاح، اسيبها يومين اشوف الظهر ده هيتاكسد هو والسلاح ولا لا. كانت تجربة من ضمن التجارب اللي انا بعملها، وحطيتها سبتها يمكن ساعتين او ثلاثة، الظهر بتاعها زي ما تقول اتفاعل او كده او ما كانش متصلب كويس، راح طق من مكانه او طلع من مكانه اتكسر فبقت مكسورة. لكن السكينة ديت اصلا لا هي ولا سلاحها استخدمتهم في اي حاجة، يعني دي تعتبر جديدة اصلا.
ودول السكينتين التانيين من الرماية، طبعا دول ميد ان شاينا، دول تعتبر سكاكين صيني لكن هم بيتعملوا مخصوص لشركة الرماية وعليهم الطابع بتاع شركة الرماية، يعني هي بتصنعهم في الصين بمواصفات معينة. وطبعا خلي بالك السكاكين ديت انت ممكن تشتريها وانت طالع الرحلة وتخلص تكسرها وترميها في الزبالة وتخليها معاك لغاية ما تخترب وتعملها تاني، لان هي يعتبر سعرها رخيص، مش عارف 20 ريال سعودي او ب30 35، يعني هي ما تعديش ال 35 ريال سعودي او ما تعديش ال 30 ريال سعودي وتوصل ل 15 ريال. انا بقى مش عارف يعني بصراحة لان مش متأكد من السعر في الفترة الحالية، فمش عارف هي توصل لغاية كام سعرها. فديت سكاكين الرماية. معانا بعد كده يا جماعة النباخات، دي النباخات الأسبانية اهي، دي نباخة نحاس خشب الزيتون، ده حجم كبير، دي أسباني، ودي النباخة الأصغر منها شوية برضك نحاس بس أرنغزال. شايف حجم السكينة دي قد ايه وحجم السكينة دي قد ايه، لكن دي ممكن تبقى أغلى من دي او مقاربة لسعرها، يعني دي اغلى من دي بحاجات بسيطة. ليه؟ لان ديت فيها قرن غزال، دخل قرن غزال، دخل عاج، دخل ماموس، دخل الكلام ده، كل ما الحاجة زادت ندرتها كل ما علت من سعر السكينة. فديت النباخات اللي معانا الاسباني، ومعانا الحتة الاسبانية ديت برضك من شركة جوكر اللي هي السليم او الرفيعة قوي كده، تلاقيها يعني كلها نحاس في بعضها، والفتح بتاعها عامل زي الكودو لايت، تقفلها كده وتفتحها كده خلاص، كده اتفتحت كده اتقفلت. طبعا النباخة عشان تفتحها او تقفلها في دراع ورا اهو، لازم تضربه كده بصبعك يجي لقدام يرفع لك القميص اللي على الجسم، تبدأ تقفل النباخة بتاعتك. نفس النظام من الناحية التانية، تضرب الصباع كده خلاص تفتح تقفل. نيجي برضك عندنا مجموعة باكستانية تعتبر بتقلد النباخات، دي المجموعة الباكستانية اللي معانا، هما تلات أحجام، ما بنصحش أي حد يشتري من السكاكين ديت إلا لو مجبر، يعني طالع الرحلة دلوقتي ودخلت المحل أو البقالة تشتري الفحم، تشتري شوية حاجات لوازم الرحلة وملقتش قدامك غير السكينة ديت، يبقى الله يعينك. ليه؟ لأن السكينة ديت مش شرب، ما بتجيش حادة، وتاني حاجة رفيعة جدا واستخدامها هيبقى مقرف معاك، لكن هي يعني كتقطع بيها شوية خضار، تقطع لك بيها حتة لحمة هتعذبك بس هتمشي معاك، هتقطع بيها حبلة مش عارف ايه الكلام ده، مش هتديك اداء عالي. فبالتالي برضك انا منصحش حد يدفع في السكاكين ديت فلوس كتيرة، يعني مثلا خلينا نقول بالريال السعودي ما تدفعش اكتر من 20 ريال فيها في اي واحدة بصراحة. ليه؟ سكاكين مقرفة جدا. تمام، نيجي للاخر حاجة معانا، هي سكاكين ام شوكة. سكاكين ام شوكة اللي هي من المانيا، دي سكاكين جيرماني. السكاكين ديت هي اللي يعني متربعة على عرش الألماني الفترة دي يا جماعة، هي سكاكين أم شوكة. في منهم تلات أنواع خشب، في خشب البلوط الأسود ده والغامق ده خشب بلوط، وفي الفاتح شوية عنه ده خشب جوز، يعني اللي مدي على بني خلاص ده خشب جوز، اللي مدي على غامق أسود ده خشب بلوط، وفي واحدة منهم إصدار تالت بتكون بنفس الفتحان ده، دي بتبقى خشب الزيتون، وهي أغلى واحدة فيها، اللي فاز بيها المتسابق الأول معانا هو أستاذ ندير يا جماعة من الجزائر. دول السكينتين الألماني. في ناس هتطلع تقول لي يا خليفة عايزين نسألك سؤال، أقول له اسأل. يقول لي هي الأم شوكة الأحسن ولا الأوكابي الألماني الأحسن؟ هقول لك بص، هقول لك اسمعني كويس في الكلام اللي انا اقوله لك ده عشان انت تبقى فاهم انت بتتكلم عن ايه. السكاكين الالماني دي سكاكين جديده لسه الشركه عاملاها. السكاكين الاوكابي الالماني دي سكاكين قديمه، يعني مثلا ايه، انت بتشتريها غاليه وممكن تشتريها باغلى من سعر واحده زي ديت. ليه؟ لان
هي بقت نادرة، مفيش منها، ما بتصنعش منها، لكن كأداء لا طبعا، لا طبعا. اقول لك اقف عندك يا حبيبي ام شوكة، هتلاقيها هي التوب، هي التوب بكل المقاييس، من سن، من معدن، من مقبض اللي هو الخشب بتاعها، كل حاجة هتلاقي ام شوكة هي التوب. نيجي بعد كده معانا طبعا ديت ام وعلة او ام طاحون، برضك دي جيرماني كربون ستيل. دول كربون ستيل على فكرة، ليه؟ مسامرهم غامقة، لو المسامير دي جت فحتها يبقى المعدن بتاعهم ستانل ستيل، وبص النقوشات بتاعتهم عامله زي شغل عالي يا باشا. ودي ام وعي، دي سكينه تمشي معاك في الصلخ وفي الكلام ده، حاجه بنت لذينه. ديت عم سلطان الدشاش هو اللي عامل القصه بتاعت السلاح بتاعه ده، قبل ما ينزلها المصنع كان باعت له منها، وهو اللي عمل الستايل بتاعه ده، او الستايل بتاع السكينه ديت عنده. ودي كشميريه، ده علي واولاده، دي حته كشميريه على ابوها، الخشب بتاعها اعتقد زان، انا مشتريها بصراحه بالحاله اليوزد بتاعتها ديت، يعني انا لا عمري استعملتها ولا عمري جربتها. وديت مجموعه الاوبنل اللي انا مش هتكلم عنها كتير، لان كلنا عارفين ان انا دلوقتي بقيت مهووس بالاوبنل عن الاوكابي. يعني بص دي حته اوبنل جديده اهي، فالخشب الكتير اللي فيها ده بيديني مساحه ان انا ارسم عليها زي ما انتم شايفين كده، اعمل عليها الشغل ده، السلاح بتاعها العب فيه، اعمل فيه فتحات، اعمل فيه الشغل ده، ارسمها هي نفسها زي الطلقه. طبعا في فيديوهات كتيره موثقه عندي على القناه، الحته ديت لسه ما اشتغلناش عليها، ان شاء الله هنشتغل عليها قريب. ودي حته اصلا هي بتيجي من الشركه كده، هي مصنوعه من الشركه كده. ودي يا جماعه كانت المجموعه الخشبيه بتاعتنا اللي موجوده معانا النهارده، يا رب تكون عجبتكم، يا رب السكينه الجديده اللي ضمناها للمجموعه ديت تكون عجبتكم. دي كانت مراجعه بسيطه وسريعه لاخواتي وحباب قلبي، يا ريت اللي لسه جديد وما اشتركش يشترك ويفعل جرس الاشعارات عشان يوصله كل جديد. واخواتي وحباب قلبي اللي وصلوا لغايه الحته ديت، ما تنسوش اللايك الجميل والكومنت عشان نتفاعل معاه. واحب انبه في اخر المقطع يا جماعه، يا ريت الاستخدام الصحيح للسكاكين، بلاش نشيلها للتباهي، بلاش نشيلها لأي حاجة غير استخدامها أو غير غرضها. طالع رحلة، طالع بر، طالع تخيم، شيل معاك السكينة مع الحاجات بتاعتك، مع العدة بتاعتك، طالع صيد معاك سنارتك، معاك ده، معاك ده، معاك سكينتك، مش معاك علبة سجايرك وموبايلك والسكينة. اللي هيقف ويسألك أو يقولك أنت شايل دي ليه معاك، مش أحسن منك. بس يا جماعة أشوفكم على خير إن شاء الله في المقطع اللي جاي، وسلام.